عاجل جدا التفاصيل الكاملة لجدول العلاوات الخمسة والزيادة الشهرية المستحقة والمبلغ المتجمد وموعد التطبيق الذي أسعد جموع المواطنين من أصحاب المعاشات، وكمان بالمستندات أقول لحضراتكم كل حاجة. بس قبل ما أبدأ في الشرح، من فضلك اشترك بالقناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر التنبيهات علشان أول واحد يوصل فيديوهاتنا يكون حضرتك. الخبر من جريدة السبورة أو من موقع السبورة بعنوان عاجل التفاصيل الكاملة لجدول العلاوات الخمسة والزيادة الشهرية المستحقة والمبلغ المتجمد وموعد التطبيق الذي أسعد جموع المواطنين، مرفق به مستند. الخبر مكتوب يوم السبت 4/4/2020. زي ما قلنا ان الخبر من موقع السبورة، تنشر جريدة السبورة التفاصيل الكاملة لجدول العلاوات الخمسة والزيادة الشهرية المستحقة والمبلغ المتجمد الذي أسعد جموع المواطنين، حيث قال محمود عاصم إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العلاوات وضمها وقرار بزيادتها 14% بقرار بصرفها بداية من شهر يوليو المقبل هو قرار هام جدا وجاء في الوقت المناسب. وعلقت منى ربيع قائلا: قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد ان في هذه البلاد رئيس يشعر بأنين المواطن، وخاصة في وقت نوجه فيه جميعا جائحة فيروس كورونا المستجد. طبعا كلنا عارفين ان رئيس عبد الفتاح السيسي اصدر بشأن العلاوات الخمسة وضمها قرار بزيادتها 14% يقرر صرفها بداية من شهر يوليو المقبل، وهو قرار هام جدا وجاء في القرار الذي قرره الرئيس بعد عام كامل من سحب الاستشكال. هنشرح مع بعض دلوقتي او هشرح لحضراتكم دلوقتي جدول وهو الاقرب الى الحقيقة. العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات والزيادة الشهرية والمبلغ المتجمد. العامل الجدول ده او حسب تحديد الجدول ده الأستاذ ممدوح السنوسي. بيقول الجدول بقى، الجدول بيقول شوية حاجات مهمة جدا مع بعض كده، وهنفهم كل حاجة بالترتيب وبالتفاصيل. الجدول بيقول ان العلاوات الخمسة من 2006 لغاية 2017، لكن في بعض الناس بتقول ان العلاوات الخمسة لغاية 2019، الناس اللي طلعت معاش في يونيو 2019 او في 1/7/2019 هيبقى ليها نصيب في العلاوات الخمسة، لكن هنا في الجدول مش مذكور 2018 ولا 2019، لكن مذكور 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017. تاني بنوه، الجدول ده هو الجدول الأقرب إلى الحقيقة. طيب من غير كلام كتير خلينا نخش على شرح الجدول. الأستاذ ممدوح بيقول اللي خرج من 1/7/2006 لغاية 1/7/2007 ليه علاوة واحدة. العلاوة دي قيمتها 25 جنيه، 80% من قيمة العلاوة دي 20 جنيه. الزيادة الشهرية المتوقعة في المعاش هتبقى بقيمة 35 جنيه و40 قرش. المبلغ المستحق أو المتجمد المستحق اللي هو الأثر الرجعي هيبقى 2124. خلينا بس نعمل عملية حسابية كده صغيرة علشان نشوف هو جاب ال 2124 جنيه دي ازاي. نشغل الحساب. لو قلنا حضراتكم ان هو قال 2124 الاثر الرجعي. طبعا الاثر الرجعي احنا عارفين حضراتكم انه بيتضرب في 5 سنين، هو ليه علاوة واحدة 35 و40 قرش في 60 يساوي
2124، هيضرب حضراتكم زي ما قلنا 35 جنيه و40 قرش في 5 سنين، في 5 سنين اللي هم 5 في 12 ب 60 شهر، تمام؟ يبقى 35 و4 من 10 في 60 هيديك الناتج 2124، ودي قيمة العلاوات أو دي المبلغ المستحق أو الأثر الرجعي لعلاوة واحدة اللي هي قيمتها 25 و80% منها 20 جنيه ومن 1/7/2006. كمان من 1/7/2007 ليه علاوتين، ليه علاوتين. قيمة العلاوة كانت 37 جنيه ونص، 80% منها 30 جنيه، الزيادة الشهرية هتبقى 145 جنيه. 145 جنيه دي لو ضربت في 60 هيطلع الإجمالي المستحق 8700 جنيه، هيبقى الأثر الرجعي 8700 جنيه من 1/7/2006، عفوا من 1/7/2007 لغاية 1/7/2008. طيب من 1/7/2008 لغاية 1/7/2009 ده ليه كام علاوة؟ ليه 3 علاوات. طب قيمة العلاوة كام؟ كانت 75 جنيه. طب 80% من قيمة العلاوة كام؟ 60 جنيه. طب الزيادة الشهرية كام؟ هتبقى 286 جنيه. طيب الأثر الراجع هيبقى كام؟ هيبقى 17160 جنيه، هيبقى 17160 جنيه. طيب من 1/7/2009 لغاية 1/7/2010 ليه كام علاوة؟ 2009 ليه 4 علاوات. طب العلاوة كام؟ 35 جنيه. طب 80% منها كام؟ 30. طيب الزيادة الشهرية تبقى كام؟ 312. طيب المبلغ المستحق هيبقى كام؟ 18730 جنيه. طيب من 1/7/2010 هيبقى ليه 5 علاوات. ركزوا بقى، من 1/10/2000 من 1/7/2010 لغاية يعني لغاية تاريخه المفروض يبقى ليه 5 علاوات. أنا كلمة هيبقى ليه كام علاوة دي مش هقولها تاني خلاص، لأن احنا بعد كده هنعرف بقى إن هو ليه 5 علاوات كاملة. طيب 2010 هيبقى ليه 5 علاوات، قيمة العلاوة 25 والأثر الراجع هيبقى 20 جنيه. طيب المبلغ المستحق هيبقى 315 والأثر الراجعي 18900، وده تقريبا أعلى رقم أو أعلى حاجة هتبقى في الأثر الراجعي، هيبقى 18900، ودي الناس اللي خرجت في 2010. طب الناس اللي خرجت في 2011، الناس اللي خرجت في 2011 هيبقى ليها 5 علاوات وقيمة العلاوة 37.5 و80% منها هيبقى 30 جنيه. طب الزيادة الشهرية كام؟ هتبقى 304. طب المبلغ المستحق هيبقى كام هو المتجمد؟ هيبقى 18240 جنيه، بالظبط كده 18240 جنيه. طيب الناس اللي خرجت في 2012، الناس اللي خرجت في 2012 هيبقى ليها 5 علاوات وقيمة العلاوة 37.5 جنيه، 80% من العلاوة هيبقى 30 جنيه. طيب الزيادة تبقى كام؟ هتبقى 288 جنيه. طيب الأثر الراجع كام؟ الأثر الراجع هيبقى 17280. الناس اللي خرجت في 2013، الناس اللي خرجت في 2013 هيبقى ليها 5 علاوات وقيمة العلاوة 25 جنيه وال 80% منها 20، والزيادة هيبقى 192 جنيه المعاش، والأثر الراجع هيبقى 11520، عفوا الرأس الراجع هيبقى 11520 جنيه. طيب الناس اللي خرجت من 1/7/2014، الناس اللي خرجت من 1/7/2014 هيبقى ليها 5 علاوات. طيب العلاوة هتبقى كام؟ هيبقى ليها 25، العلاوة 25 و20%، 80% هتبقى 20 جنيه، هتبقى هتزيد 180 جنيه، هيبقى الأثر الراجعي 10800. واللي خرج 2015 هيزيد 156 والأثر الراجعي بتاعه هيبقى 9360، واللي خرج في 2016 هيبقى الزيادة بتاعته 2015 هتبقى الزيادة 156
والأثر الراجع 9360، واللي خرج في 2016 هتبقى 144 جنيه زيادة، والأثر الراجع بتاعه يبقى 8640 جنيه. وأخيرا وليس أخيرا، اللي خرج عن معاش في 2017 هيبقى ليه 5 علاوات، هتبقى يزيد المعاش ب 88 جنيه، وهيبقى الأثر الراجع بتاعه 5280 جنيه. يعني الأثر الراجعي معانا بيبقى أو أقل حاجة في الأثر الراجعي 2124، ودول للناس اللي هي من 2006 أو الناس اللي خرجوا في 2006، وأعلى حاجة 18900 الناس اللي خرجت في 2010، ودي الزيادة الشهرية بتاعتها تبقى زيادة 315 جنيه في المعاش. أتمنى إن أكون قدرت أفيد حضراتكم في الشرح. الجدول ده منتشر جدا على مواقع الجروبات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هو الأقرب إلى الحقيقة، الأقرب إلى الحقيقة. لغاية دلوقتي مفيش، نركز كويس، لغاية دلوقتي مفيش جدول معتمد 100%، كل الجداول فيها نسبة أخطاء، لكن الجدول ده ربما أن يكاد أن أقرب من الحقيقة. أتمنى أن يكون الفيديو عجب حضراتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة، فعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد، شيروا الفيديو ده على جروبات الفيسبوك علشان يوصل أكبر عدد ممكن من الناس. شكرا لكم على حسن المتابعة.